في خطوة من شأنها التخفيف من أعداد اللاجئين في أكبر مخيم بشمال وشرق سوريا، أكد رياض ضرر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعتزم السماح لآلاف السوريين والعراقيين الموجودين في مخيم الهول بالمغادرة إلى مناطقهم وفق ما نقلت عنه فرانس بريس. درار أوضح أن السوريين سيخرجون من مخيم الهول ويبقى الأجانب فقط، لكنه لم يحدد بعد موعد بدء تنفيذ القرار الذي لن يشمل عناصر التنظيم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب درار سيسمح للعراقيين الراغبين بالمغادرة الخروج من المخيم، لافتا إلى أن العديد منهم يفضلون البقاء خشية اعتقالهم أو محاكمتهم في العراق لصلتهم بالتنظيم الإرهابي. درار اعتبر ان المخيم الذي يوي اكثر من اربعه الف شخص بات يشكل عبئا كبيرا على الاداره الذاتيه على مستوى الامكانات الامنيه والمعيشيه وسمحت الاداره الذاتيه سابقا لعشرات العائلات بمغادره مخيم الهول بعد الحصول على ضمانات من وجهاء العشائر في المنطقه، ولطالما حذرت منظمات انسانيه ودوليه من ظروف المخيم الصعبه جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الاساسيه، وشهد المخيم في الاشهر الاخيره توترات عده مع توثيق محاوله هرب منه او طعن حراس ولاجئين من قبل نساء تنظيم داعش الارهابي. وتطالب الاداره الذاتيه منذ الان القضاء على التنظيم الارهابي في اذار مارس 2019 الدول المعنيه باستعاده مواطنيها المحتجزين لديها او انشاء محكمه دوليه في شمال وشرق سوريا لمحاكمه الارهابيين